يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الرسائل التي ترسل عبر الجوال تكون على هذا الوجه: أسأل ربي بعدد من لبى وهلل وكبر أن يسقيك من الكوثر، إلى غير ذلك، هل هذا من التوسل بالمخلوق؟ لا، قصده أنه يسأل الله سؤالا كثيرا، عدد من لبى، يعني معناه التوكيد والإلحاح، معناه التوكيد والإلحاح، ما هو معناه التوسل. نعم.